كوتش بالكبير نور الدين الهداف تي في. السؤال الاول لعبد القادر بدران. اليوم عبد القادر بدران اصبح دائما الحضور في قوائم الناخب الوطني، شفناك مباراه موريتانيا لما نلت الفرصه قدمت مباراه في المستوى. هل اليوم عبد القادر بدران جاهز لاخذ مكانه في المنتخب الوطني في حال اعتماد عليك في حال غياب جمال بالعمري؟ هذا سؤال عبد القادر بدران. سؤال ثاني عفوا سي بور سيليكسيونور ناسيونال، اسكو فوز ات ساتيسفي دي طات بلوس دو ستاد مصطفى تشاكر في لا ديرنيير سونس دونترينمون ديال هيغ؟ ميرسي. بون السلام عليكم. حاجه الاولى ماتش موريتانيا كان ماتش اميكال اللي كان كوتش حب يشوف دي جوار. كما قلت كنت دائما نجي لي ستاج، دائما كنا حاضر. بيان سير حاجة نتشرف بها هنا لا كونفيونس تاع الكوتش. كان عندي فرصة ماشي رسمية، إذا كانت كاينة فرصة رسمية إن شاء الله في قادم الأيام، سواء الماتش تاع النيجر ولا سواء نامبورت ماتش كاليفيكاسيون كوب دي موند ولا حتى ماتش ما على باليش، حاضر باش نقدم كل شيء باش 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 نمد صوره على عليا انا وعلى على الكاباسيتي اللي نقدر نمدهم ولا اللي حاجات اللي نقدر نمدهم ليكيب ناسيونال. نتمنى ان شاء الله نكون عند حسن ظن الكوتش حاجه الاولى اللي دائما داير فيا ثقه ونتشرف بها. وحاجه ثانيه مادام تجي ليكيب ناسيونال يفو دون افون باش دائما تكون باش حنا هادو اللي راهم هنا ديجا سيليكسيوني مير جوار تاع الجيري. نتمنى دائما نكونوا في ليكيب ناسيونال باش نقدموا الاضافه ماشي باش نجيو هكا برك. ان شاء الله تكون عندنا فرصه سواء انا سواء جوار واحد اخر. ليسونسيال ليكيب ناسيونال دائما تربح، دائما نكونوا بيان سوا ريزولتا سوا روندمون انديفيديال تاع لي جوار. On va faire mieux, puisque c'est les joueurs qui jouent et qui sont sur le terrain. Il va vous dire ce qu'il en pense de la pelouse de chacun. هذا لو قول صراحه على بالي من البليده انا ولايتي اقول صراحه والله فيريتي ما كنتش نستنى فيه. بون الخطره اللي فاتت الناس كامل شافت ليطا، مي ما كناش نستناو في الدوزيام ستاج اللي نجي نزيدو سي بوا هكاك. توكا ما عندناش حل واحد اخر، حنا عندنا تيران لازم نلعبو فيه مالغري سي ديفيسيل باسكو كاين دي جوار كيما تعرفوا كامل يلعبوا في دي تيران ما كاش كيفاش. ما هنا تشوف تشاكر، انا دوبوي جيتي جون نونتريني في تشاكر، كنت صغير نلعب في بليدا جامي الا كانت ليطا هكا دايره ما باليش. ان توكا لازم نتادابتاو مع الوضعيه هذه، كاش حل واحد اخر. الحمد لله سيتي با بريباري ما تفهمناش عليها. خلاص ما خسرناش كما قال لك كوتش، ما خسرناش ديجا الحمد لله. وكي ولينا نزعفوا على خساره على نيل، معناتها رانا في طريق صحيحه ان شاء الله. بون كان الكوتش هضر بعد الماتش، جوست ابري الماتش هضر موتيفاسيون قالنا علاش هكا، كنا قادرين نكونوا خير بيان سور. كي تشوف لي دي زيكيب معناتها الجيري ولا بوركينا فاسو ما كانوش خير منا في ماتش كامل. ما كانت عندهم بيريود صغيره وحنا كنا ديجا بريمير ميتو قادرين نربحوا ب 2 3 بيوت، كانوا نت دي زوكازيون نت. اون تولي كا ما نهضرش انا كوتش هضر ديجا ماتش بوركينا فاسو، مي حنا دي جوار كيما تعرف بروفيسيونيل. ما لو فات لي ما خسرناش، حنا ديجا على بالنا بلي كاين دي ماتش مازالو، كاين دي بوان مازالو يتلعبو، ما نقدروش نلاشيو. كيما الكوتش تاعنا كان حضر، ما لازمش نلاشيو، ما لازمش نقولو خلاص سي لا فان دو موند. انا كملنا على بالنا بلي تلاقينا، وكنا تلاقينا بعد الماتش وفي الستاج هذا، وعادي لومبيونس اللي كانت من قبل هي
التحضيرات وكونسونطراسيون تاع الماتش عاديه، ما نقولكش اقل 100% الجوار كامل جاوا باش ان شاء الله يحقوا لي تروا بوين هادو اللي برا الاكستيريور ان شاء الله باش رانا واجدين باش ان شاء الله نحقوهم لي سي بوين هادو. وبيان سور بيان سور الكوتش راه مورانا، هو اللي راه يمد في لي كونسين، يمد في يشوف يشوف ليكيب اللي راح نلعبوا لها كيفاش، واش عندهم واش ما عندهمش، هو اللي راح يعطينا لي زاتو ان شاء الله. احنا راح نطبقوهم وراح نخدموا بوش يقول هو، وان شاء الله تكون ريزلت بوزيتيف. ما احنا مورالمون الحمد لله ما عندناش مشكل معناتها. لفت قلت لك لفت لي نزعفوا، انا ديجا شفت باللي كانت هضره كبيره كيفاش ماتش نيل صافي بليزير. احنا نتمنى ان شاء الله ما نخسروش كامل، سي سا الفوتبول كما تعرف، حتكون فيه بتيت باساج هكا يكون بالك فيد ولا فاب، ان شاء الله ما يطولش، ان شاء الله يكون في لي ماتش الجاي ان شاء الله. اذا طحنا في هذا تكون بيريود صغيره وتجوز ونربحوا لي ماتش كامل ان شاء الله. احنا نحضروا المقابلات كامل كيف ديجا هضرنا من قبل، ودي كامل اللي جوار بالك تقصيهم يقول لك حضروا كيف المقابلات. سي سور كاين دي بي تحب تربحنا، تحب تباطي الركور على تاع 29 ماتش. انتوكا احنا نحضروا 100% باش نفوزوا بالمقابله، ما يهمناش ليدي ولا التخمام ولا تفكير تاع المنتخبات الاخرى. احنا يهمنا انه المنتخب يربح. ديجا باش تلعب منتخب وطني جزائري لازمك تكون عندك هذيك الروح، عندك هذيك التخم. ديجا ليسبريت غانيون لازم يكون كاين. احنا ما عندناش مشكل، اي فريق نواجهوه اي منتخب نواجهوه راح يكون كنت فكرنا واحد وهدف تاعنا واحد اللي هو الفوز. اي دونك سي كوا كيسيون، هل اثر دخل في كل هذا الصوالح اللي رانا نهضروه؟ سي ان انسومبل. انا ماشي باغي نهضر على هذا الصوالح، صايا خلاص. ماشي عييت بصح كونت اون با لا بوسيبيليتي دو دانترفونير او تبدل صوالح ولا تغير صوالح ولا دون سي خلاص، ما ضيع ما مش بير با مون انرجي لاتسو. كاين ناس ماشي با تو سول، ليكيب ناسيونال ماشي تاعي انا، شي جو سامبل انترينور. دونك سي اون فوا صح، اون فوا كي ميز اون افون، بصح ماشي ما عنديش جي با لو ما عنديش القوه بان نغير صوالح. كاين الناس اللي كل واحد يدي مسؤوليته، هذا ما كان.